بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة دي المحاضرة الثانية في السبريد شيت أو الجداول الإحصائية الخاصة بالإكسل. تعال في الأول بس نتكلم على حاجة في الفورمات في التنسيق بتاع الخلايا، لأن طبعا الإكسل بيتعامل مع أرقام كتير، فأنا يهمني في وقت ما إن أنا أحاول إن أنا أعمل ترانكيت أو إن أنا أعمل راوندينج للنمبر، يعني أقرب الأرقام أو أشيل القشور أو أعرض، بدل ما أنا شايف قدامي مثلا عدد من الديسيمال بليسز، عدد من العلامات العشرية بالشكل اللي قدام حضرتك ده، أنا ممكن أحاول أقلل الأرقام دي. أقللها إزاي؟ عندي طريقتين للموضوع، يا إما من هنا من عند الهوم وأروح أختار الجزء بتاع السيلز، هتلاقي فيه الأيكونز دي أقدر، أو البطن دي أقدر أضغط عليه. واحد هتلاقيه بيعمل ديكريز ديسيمال، يعني بيقلل العلامات، والتاني بيزود عدد الأماكن العشرية، بيزود عدد المنازل العشرية زي بيقولوا يعني. طبعا لو انا حبيت اعمل كده، لو انا مثلا علمت الخلية دي ورحت وقفت هنا، ده بيديكريز زي ما انت شايف، قللها واحدة اهوت. لو انا عملت كده قللها كمان واحدة، لو انا عملت كده انت لاحظت ان هو قرب في اخر واحدة، يعني لو عملت كنترول زد دي كانت 8 9 5، كنترول زد كان اللي قبلها 4، كنترول زد كان اللي قبلها 3. لو انا بقول له قلل بيشيل التلاتة، بيعمل ترانكيت يعني بيشيلها خالص ولا بيقرب؟ هو شال التلاتة وشال الأربعة. الخمسة بقى المفروض، الخمسة لو بيقرب يبقى المفروض الرقم ده يتقلب لـ2.9، 2.9، لأن الخمسة هتزيد واحد على التسعة تبقى زيرو، والتمانية تبقى تسعة. بالفعل يبقى هو بيعمل إيه؟ بيعمل راوندينج، بيقرب، بيعمل راوندينج. طبعا أرجع تاني، بيرجع نفس الأرقام تاني خالص أهو. او ان انا اعلم مجموعه الخلايا دول، واقدر اروح على هوم على الجزء بتاع الخلايا، الجزء بتاع الخلايا سيل او الفورمات، اوكي، واختار فورمات سيل، يبقى هوم فورمات واختار فورمات سيل. لما اروح على فورمات سيل هلاقي فيه حاجه اسمها نمبر، التاب بتاعه النمبر هلاقي فيه جواها نمبر، افتحها هيقول لي ديسمال بليسز كام، عاوز تعرض كام علامه عشريه، يعني مثلا 2 بوينت، هنا كام علامه؟ 2، هنا كام موضع؟ 2. لو انت حبيت تزود لو قلت له 3 يبان مثلا بالشكل ده. طب ويا ترى عاوز ارقام فاصل بين كل الاف، يعني عاوز تحط كاما بين كل الف، يعني بين كل 3 علامات تحط كاما. العلامه هنا مش علامه عشريه يا جماعه، مش في العربي، العلامه العشريه هنا ده المقصود بيها ان وانت بتقرا بيسر لك القراءه، ان بيفصل بين الالف ثم المليون ثم المليار وهكذا. طيب خلينا نفضل الاول، قلت له انا عاوز اعرض 3 علامات. لو قلت له اوكي هتلاقي بالفعل ظهر قدامك 3 علامات فقط بعد، او 3 مواضع عشريه بعد مين؟ بعد العلامه. طبعا ده جبناه منين؟ تاني من هوم، وبعدين اخترت فورمات، فورمات فيل، واخترت التاب بتاعت نمبر، ثم في الكاتيجوري اخترت النمبر واخترت 3 علامات. لو حضرتك حابب ترجع زي ما كنت هقول له 5 واقول له اوكي، يرجع تاني الشكل بتاعنا اللي كنا كاتبينه. ده بالنسبه ل الديسيمال بليسز، الديسيمال بليسز. طيب احنا شفنا المره اللي فاتت كنا بنتكلم على الاوتوفيل، كنا بنتكلم على الاوتوفيل. ايه الاوتوفيل؟ عاوز اجمع. طبعا انت ملاحظ هنا ان العمود ده مثلا، ده العمود كان اسمه كمبيوتر سيل، كمبيوتر سكيلز. انت ملاحظ ان الكلام ده اكبر من عرض العمود، اتفقنا كنا بنعمل الكلام ده ازاي؟ دبل كليك هنا، ده بالنسبه لي يتسع بحيث يحتوي على العنوان ده. لو انت عاوز تجمع دول هتعمل ايه؟ هكتب بيساوي، اوكي، واروح اضغط على اوتو سيل. اوتو سيل فين؟ او اوتو سام، اوتو سام في الفورمولا، اوتو سام اللي هي دي. لو ضغطت عليها دلوقتي المفروض هيجمع لي 24 زائد 69 زائد 80 زائد 21. لو ضغطت عليها بالشكل ده وقلت له سم، بيقول لي انت عاوز تجمع سم، تعمل الفانكشن اللي اسمها سم، بيجمع من دي 7، دي 7 الى جي 7، لحد جي 7، يعني دي 7 ودي 8 ودي، عفوا، دي 7 اي 7 اف 7 جي 7. لو انت موافق على الكلام ده هقول له انتر، هيجمع لي ده ب204. لو انت عاوز تعمل الكلام ده تاني هنا، عاوز تجمع دول، عاوز تجمع درجات الماس اللي حصل عليها كل الطلبه، عاوز تعمل ده، هقول له ايه؟ هقول له نفس الكلام، اوتو سام، واقول له سام.
عملت الكلام ده وقلت له انتر، هيديك المجموع ب 32. بس طبعا مجموع الدرجات في الرياضه مش مهم قوي، المهم عندي تقريبا متوسط درجه الرياضه كام، متوسط درجه الرياضه. فانا ممكن امسح ده واروح اقول له اوتو، وبدل صم اخليها اوتو افريج. لو عملت الافريج دلوقتي بالظبط كان بيجمع الرقم ده زائد الرقم ده زائد الرقم ده زائد الرقم ده زائد الرقم ده ويقسم على عددهم. انا عندي كام طالبه؟ 2 4 5، يبقى هيجمع دول ويقسم على 5، كده بيجيب لي حاجه اسمها المين، المين فاليو، يعني متوسط درجات الطالبات في ماده الرياضه 46 ونص. ده متوسط الدرجات في الرياضه 46 ونص. لو انت عاوز تعمل الكلام ده بقى ممكن انسخه، يعني ممكن انسخ الفورمولا نفسها. هنا هلاقي ان متوسط درجات الطالبات في ماده مهارات الحاسب 68 و8، متوسط درجات الطالبات في الفيزياء 78، متوسط درجات الطالبات في الكيمياء 65 ونص. لو عاوز تجيب المجموع الكلي للطالبه نهى، هعمل ايه؟ بدل مجمع اسحب ده بس كده. يبقى انا جبت دلوقتي المجموع بتاع نهى، المجموع بتاع نور، المجموع بتاع هنا، المجموع بتاع مين؟ بتاع رغد. ده بالنسبه للاوتوفيل. عرفنا قبل كده لما اجي اكتب ايكويشن، يعني بدل ما اعمل ده ممكن امسح ده خالص واجي هنا عشان اكتب ايكويشن، بدل ما استعمل الاوتو صم هكتب بيساوي. عاوز ايه؟ عاوز تجمع دول. ممكن اكتب دي 7 بايدي اهوت، دي 7، واول ما اكتب دي 7 هتلاقيه علم الخليه دي. لو قلت له الكلام ده زائد زائد مين؟ زائد اي 7، اي 7 بيعلم الخليه اللي بعدها. او هكتب زائد واروح انا بالماوس اضغط على الخليه، زائد وبالماوس ادوس على الخليه. لو قلت له انتر اداني المجموع بتاعي. لما تقف على الخليه اللي اسمها اتش 7، اتش 7، تلاقي اللي موجود فيها عباره عن دي 7 زائد اي 7 زائد اف 7 زائد جي 7. وطبعا لما تيجي تنسخ بينسخ الفورمولا. اللي عاوزين نقوله هنا كلام مهم جدا بقى، هو ايه؟ ان الريفرنس بتاع حضرتك، الريفرنس او الاشاره المرجعيه اللي انت بترجع ليها وانت واقف هنا، كانت الخليه اتش 7 مرتبطه بجي 7 واف 7 واي 7 ودي 7. فلما حبيت تنسخ هو اوتوماتيك هيخلي الموضوع ريلاتيف، يعني تناسبي. يعني لما تيجي تتكلم على اتش 8 يبقى هيكون رابط بين دي 8 واي 8 واف 8 وجي 8. عشان كده لما بتنسخ العمود بيطبق نفس الايكويشن بس بيغير. يعني لما تبص هنا تلاقيه بيتكلم على مين؟ على السبعات. لما تنزل هنا هتلاقيه بيتكلم على الثمانيات، لما تنزل هنا هتلاقيه بيتكلم على التسعات. ده اسمه ايه؟ اسمه ريلاتيف. في وقت ما انا محتاج ان انا ما اعملش الكلام ده بالشكل ده. يعني محتاج ايه؟ يعني مثلا عندي ثابت مضروب في معادله، ثابت مضروب في معادله، فانا عاوز الثابت ده هو اللي يتضرب في كل القيم، مش ان اكرر. يعني مثلا هنشيل ده خالص وهاجي هنا مثلا نشيل اسماء الطالبات ونخلي ده اكس مثلا، اوكي، وهقول الواي واخلي ده مثلا من 1، الاول امسحهم كلهم، هقول ده مثلا 1 2 واسحب دول لحد مثلا 10، واجي على الواي هقول له ان الواي بيساوي وليكن اكس الخليه ديت في مثلا، اخلي هنا كمان ايه، او بلاش ده، انا اسف، اخلي ده مثلا الواي اخليه مثلا من 20 و24 واعلمه الاثنين مع بعض واسحبهم، هيفهم ان انا فارق ب 4 ب 28 وهكذا لحد الاخر. طب انت عاوز زد بقى، الزد بالنسبه لي كانت مثلا بتساوي، هقول له ده مضروب في الخانه دي، اوكي يا جماعه. طيب لو انت بقى سحبت ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يطبق 2 في 24 و3 في 28 وهكذا زي ما انت شايفه. بس انا مش عاوز كده، انا عاوز الخليه الثانيه دي هي برضو الاولى في الثانيه، الاولى في الثالث، الاولى في الرابع، وكان ده ثابت بالضرب في الكل. عشان اعمل ده هعمل ايه؟ هقف على الخليه دي، اوكي، انت بتقول له دي 7 في مين؟ دي 7 في اي 7. لو انا رحت بقى خليته يثبتها، اوكي، يثبت مين؟ هو الدي 7 فين؟ الدي 7 يثبت ده، صح؟ عاوز يثبت ده.
يبقى انا هاجي اعمل هنا كده واحطه بالشكل ده، يبقى انا ثبتت الدي 7 بقت ريفرنس، بقت ثابت، بقت ابسوليوت ريفرنس، ابسوليوت ريفرنس بقت ثابته. ادي المعادله طلعت ب 20، فضرب الاولاني في ده، وبالتالي ده هيبقى تناسبي لكن ده مش هيبقى تناسبي. يعني لو حبيت تنسخ هتيجي تبص على الارقام بقى يا جماعه، تلاقيك 24 في 1 ب 24، 28 في 1 ب 28، 32 في 1 ب 32، 36 في 1، 40 في 1، 44 في 1. اوكي ليه؟ لان الخليه دي بقت عباره عن الدي 7، والدي 7 ثبته، الدي 7 بقى ابسوليوت. بحتاج الكلام ده في ايه زي ما قلت؟ لما اكون محتاج ان انا قيمه واحده اضربها في مجموعه من القيم. الاسمين واحد اسمه ابسوليوت والتاني اسمه ريلاتيف، الطبيعي ان اسمه ريلاتيف. اللي انا عملته دلوقتي عن طريق اضافه الدولار ساين دي ان انا قلبته الى ابسوليوت فاليو. طبعا كلنا دلوقتي قادرين نقول يا ترى لو انا جيت على المعادله دي اللي هي اف 7 وجيت بدل ما عملت ده ريفرنس بس، بدل ما خليته ابسوليوت ريفرنس اخلي ده كمان ابسوليوت. فلو خليته كمان ابسوليوت عملت انتر، ده بقى 20. ده كان منسوب لمين؟ للعمود ده وهو بيتغير. لو انا بقى عملت كوبي، ايه اللي متوقعينه كلنا؟ ان ال 20 بس اللي تتكرر، 20 لان انا ثبتت الرقم ده، ثبتت الرقم ده. عشان تتحكم في الموضوع بتاع الريفرنس ده وتغيره، تقدر وانت واقف على الخليه بتاعت حضرتك، اوكي، وانت واقف عليها تقدر تضغط فوق، هتختار بقى الجزء ده ولا الجزء ده. اوكي انا هقف هنا مثلا واضغط F4، F4 هيقعد يبدل معاك بين الريفرنس فاليوز المختلفه، بين الريفرنس فاليوز المختلفه. خلاص وقفت على ده، عاوز ده F4. اوكي يا جماعه ده عشان تتحكم في الريفرنس فاليوز. طبعا انا يهمني كمان بساطتك بقى ان شاء الله، يعني طالب او طالبه المفترض ان انت عندك اراده ان انت تتعلم الموضوع ببساطه، افتح الاكسل، وبعد ما تفتح الاكسل انت واقف مثلا على الهوم، هتروح تدور على هيلب، التاب بتاعه الهيلب، وتروح على الهيلب تضغط على الهيلب، هيفتح لك الهيلب اللي قدام حضرتك، تقدر تروح تقول له انت محتاج ايه بالظبط. اوكي طبعا اهم حاجه لازم تكون واصل بالنت، وتروح تكتب هنا بس لما يفتح. اوكي تقدر تكتب الحاجه اللي انت عاوزها. عشان لسه ما جمعش. اوكي نقفل ده ونروح نقول له تاني هيلب، نختار هيلب بيلودينج اهو. اوكي المفروض ان ده يفتح زي ما انا كنت فاتح من شويه، وتكتب فيه الحاجه اللي انت بتدور عليها، يبدا يدور لك على الحاجه بتاعه حضرتك. وحمل اهوت. بعد ما ضغطت على التاب بتاعه الهيلب، ضغطت على الايكون دي بتاعه الهيلب، فتح معاك، تقدر تقلب بين الصفحات اللي انت محتاجها، تقدر تختار الفورماتنج التنسيق، تقدر تختار الفورمولا والفانكشن مثلا، هيفتح لك عاوز ايه بالظبط. لو انت مثلا عاوز داله، مثلا عاوز تكتب اف فانكشن، هيقول لك الاف فانكشن بتتكتب ازاي. دي اف ستيتمنت، ودي من اشهر الجمل على فكره في البروجرامنج، هي موجوده في الاكسل عشان بتنسق معايا حاجه معينه. اوكي ذا اف فانكشن از وان اوف ذا موست بوبولار فانكشن ان اكسل اند ات الاو يو تو ميك لوجيكال كومباريزون بتوين ا فاليو اند وات يو اكسبكت. يعني عاوز تقول له مثلا شويه ارقام، لو حصل ان سي 2 بتساوي اف، ان سي 2 بتساوي اف 1 او 2، تقدر تتحكم في الكلام ده. ممكن نشوف مثال عليها دلوقتي حالا. مثلا حاجه شبه كده، نفترض ان درجات ماده مثلا زي الماث. اوكي وعاوز اكتب هنا قصاد كل درجه من دول، هكتب رساله باس اور فيل، الراجل ده نجح او الطالبه دي نجحت او الطالبه دي رفضت. هعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي اكتب بيساوي، انا بكتب فانكشن هقول له اف، اف ستيتمنت بتتكتب ازاي الاف ستيتمنت؟ هفتح قوس، اول حاجه في لوجيكال تيست اللي هو الشرط. ايه الشرط؟ انت عاوز تقول لو الخانه دي اللي هي دي 6 يا ترى اكبر من او يساوي 60، بتتكتب بالشكل ده يا جماعه، ادا
الحقل الاولاني ثم كما. طب لو انت عاوز الدي ست اكبر من 60، لو حصل الكلام ده تعمل ايه؟ هقول له يكتب لي كلمه باص، دي رساله فلازم انا احطها بين دبل كوتس، بين علامات التنصيص اللي انتوا شايفينها، واحط كما. طب لو الشرط ما حصلش عاوز يعمل ايه؟ هقول له يكتب فيل وانتر. يبقى الشرط زي ما انتوا شايفين اف، ادي الاف كونديشن، بفتح اقواس بشوف الخليه بتاعتي، ادي الشرط، ده الشرط بتاعي لو دي 6 اكبر من 60. طب لو حصل ده جواب الشرط، لو ما حصلش ده جواب عدم حدوث الشرط. لو انا عملت انتر دلوقتي هيلاقي ال 67 اكبر من 60 فاداني باص. لو عاوز بقى طبعا لان الخليه هنا الريفرنس بتاعها ريلاتيف، فلو سحبت الخليه دي هيطبق على الكل، وبالتالي يلاقي ال 20 فيل، ال 80 باص، ال 72 باص، ال 16 فيل، ال 99 باص، ال 88 باص، ال 65 باص. طبعا حد بقى يقدر يقول لي دلوقتي لو انا واقف هنا وقمت عامل اف 4 بالشكل ده، اوكي، وقمت عامل انتر، ولو سحبت دي بقى ايه اللي هيحصل؟ مين متوقع؟ ها مين متوقع ايه اللي هيحصل؟ ايوه برافو عليكم، متوقع ان الخليه انا ثبتها، وبالتالي هيبقى كل الموضوع ده ريليتد لدي 6، والدي 6 67 اكبر من 60 فيطبع لي باص على الكل. ليه؟ لاني خليت الريفرنس بتاعي ابسولوت. برافو عليكم. طبعا الكلام ده ممكن كمان تشوفوه معانا من خلال الهلب، معمول بشكل رائع جدا ان ممكن نتفرج عليه من هنا. بس اكبر العرض شويه، اصغر ده شويه، حاول نكبر ده عشان تفرجوا اكتر. ده الهلب بتاع الجزء ده بتاع الاف ستيتمنت، ده جدول عاوز استعمل اف تو كومبير فاليو، استعمل اف عشان اقارن بين النتائج. سيلكت اسيل، اختار الخليه اهوت، طيب اف هكتب بيساوي اف، وافتح قوس. الجزء الاولاني هو الشرط، ادا كونديشن. ايه الكونديشن؟ ليت سي اف اكشوال از جريتر ذان بادجت، ده الاكشوال، الاكشوال ده اهو اكبر من البادجت ولا لا، اكبر من ده. اقول له اف سي 2 اكبر من بي 2، عاوز تعمل ايه؟ ضيف الجزء بتاع اف ترو، اطبع لي رساله اوفر بادجت. طب ولو كان اقل اكتب ويزن بادجت، هيضغط انتر، بالفعل لقى ده اقل من الاكشوال اكبر فكتب اوفر. طب هنا ايه الاخبار؟ ها ويزن بادجت، لانه نسخ مين؟ نسخ المعادله. لو حابب كمان ان انت عندك مجموعه من الدرجات في شيت واحد ومجموعه من الدرجات في شيت اثنين، وعاوز تعمل عليهم بروسيسنج مع بعض في شيت ثلاثه، يعني مثلا انا عندي في شيت واحد مجموعه درجات لمجموعه من الطلبه، دي درجات الامتحان الاولاني، شيت اثنين مجموعه درجات الطلبه في الامتحان الثاني، عاوز في شيت ثلاثه اجمع الدرجات مع بعض. تمام؟ هعمل ايه؟ هاجي اقول له هنا في توتال، هقول له بيساوي، واقول له شيت واحد، شيت واحد، بعدين بحط علامة التعجب دي وأقول له الخلية بتاعتي، يا ترى الخلية بتاعتك كنت بتتكلم في إيه بقى؟ الخلية بتاعتك كنت بتتكلم في إي 6، أشيل ده وأقول له إي 6، وأقول له زائد مع شيت 2 برضو، شيت 2 والعلامة دي شيت 2، يبقى احنا في اف 6، اف 6 شيت 2 اف 6، انتر، جمع الاثنين مع بعض. لو انا بقى سحبت الكلام ده اعتقد هيروح يجمع، تعالى نتاكد. الدرجه الثانيه عند مصطفى، هنا وهنا 116، هنا 17 وهنا 99 يديك 116، وتكمل على باقي الدرجات، وتكمل على باقي الدرجات. طبعا انت ممكن تضيف دوال بطريقه تانية، ان انت تعلم الخليه او تحدد الخليه اللي انت محتاج تتكلم فيها، روح على فورموله، يا ترى محتاج ايكويشن خاصه بايه بالظبط؟ تعال نقول له في الديت اند تايم، واختار الديت مثلا. طب انت عاوز سنه ايه؟ وليكن هقول له انا عاوز محتاج السنه بتاع 2018، عاوز شهر نوفمبر، عاوز اليوم 24 مثلا، واقول له اوكي. عرضهم بالشكل ده، ليه عرضهم بالشكل ده؟ طبعا انت عندك اكتر من طريقه لتنسيق التاريخ، كل اللي هعمله ان انا اروح اقف على هوم واختار فورمات،
بيرفورم اكسل، هتلاقي عندك من ضمن التاب بتاعت نمبر في حاجه اسمها ديت، مختار الديت شكله ايه عاوزه كده. اوكي عاوز تغير تقدر تختار اكتر من صيغه، ممكن اكتبه كده. اوكي طبعا ممكن تعمل حاجات تانية كتير باستخدام الفانكشن بدل الديت، يعني فاكر الديت خالص. تعال نتكلم هنا، عاوز مثلا احقق حاجه على دول هعمل ايه؟ هقول له انسيرت، عاوز ايكويشن مثلا او فورمولا هاخد ايكويشن. تيجي ناخد ايكويشن ايه؟ تعال نقول له اف ستيتمنت، ده كان جايب كاونت، انسيرت فانكشن شيل دي خالص، هقول له انسيرت فانكشن اختار. عاوز تختار فانكشن بقى شكلها ايه؟ سيلكت ا فانكشن، هقول له مثلا اف ستيتمنت اف، مش هنا، هنا مثلا هقول له اف. يا ترى في اف ولا مفيش في ده؟ دول مرتبين؟ لا مش هنا. ماشي انتظروا كده يا جماعه دقيقه واحده. اوكي موجوده هنا اهي في اللوجيكال، لوجيكال يعني منطقي، اختار الاف، اخترت الاف. تعالى بقى بيقول لك الاف عاوز ايه بقى؟ اف اتكتبت قدام اللوجيكال تيست. ايه اللوجيكال تيست؟ اللوجيكال تيست عاوز تقول له ان في حاجه اكبر من حاجه او حاجه بتساوي حاجه، براحتك. ممكن تكتب على طول مباشر هنا وممكن تروح تضغط على دي. ايه اللوجيكال تيست؟ اقول له الخانه دي مالها؟ هقول له اكبر من او تساوي مثلا وليكن 120 مثلا. اوكي ارجع تاني. طب لو الشرط ده حصل عاوز تعمل ايه؟ هقول له مثلا اوكي. اوكي طب لو الشرط ده ما حصلش value if else، هقول له not okay not okay. اوكي لو قلت له اوكي خلاص هو بيقارن ب 120. لو سحبت ده هيدي لك اوكي نوت اوكي نوت اوكي 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 بناء على مقارنه القيمه المتناظره مع ال 120 فاليو اللي موجوده عند حضرتك. طبعا من ضمن الدوال اللي طبعا في قائمه كبيره جدا من اللايبرري او الفانكشن اللي موجوده بيلت ان داخل اكسل، تقدر حضرتك تستعملها. وفي اي داله تقف على حضرتك ادخل على التاب بتاعه الهيلب واضغط على مين؟ على الهيلب. يعني انا برضو نفس الكلام، مش عارف كل حاجه، بحاول ادخل على الهيلب مع حضرتك. يعني انت عاوز الماكسيموم، عاوز اكبر قيمه موجوده هنا، اكيد من معرفتي بلغات البرمجه هتلاقي الداله اسمها ماكس، وهتفتح قوس. عاوز تجيب الرينج، عاوز تجيب اكبر قيمه في رينج، صح؟ اقف على الخليه دي وعلم على الكل، او اكتب من عند دي 6 لحد دي 15 زي ما انت شايف وانتر، هيجيب لك اكبر قيمه 99. شيك على القيمه دي. لو انت عاوز تجيب المينيمم هقول له مينيمم، نفس الكلام من الرينج ده للرينج ده انتر. والله عاوز تشوف ايفنت معين حصل، عاوز تشوف القيمه دي ال 29 اتكررت كم مره. طبعا لو انت غيرت القيمه دي خليتها 29 الماكسيمم بتاعك اتغير اهوت، خلي دي 29. اوكي خلي دي 29 كمان، ماشي كده. لو انت عاوز تشوف ال 29 اتكررت كم مره هقول له في حاجه ده اسمها كاونت اف، هقول له كاونت اف وافتح قوس الرينج على كل ده كما. عاوز ايه؟ هقول له دي 6، دي 6 اتكررت قد ايه؟ لو قلت له انتر هتلاقيه بيقول لك 4، 1 2 3 4. تقدر حضرتك لو عاوز تعرف الكلام ده كمان او الكاونت اف بتستعمل ازاي، اقدر اروح على الهيلب واكتب كاونت اف فانكشن واشوف الكاونت اف بيشرحها لك وبيشرح لك امثله عليها. وفي فيديو كمان لو حابب تسمعه معايا بسرعه. Its name appears in this list of salesperson names. I can use the COUNTIF function to find out. It counts the number of cells in a range that meet criteria you specify, such as the name Buchanan. So I'll start my formula out by typing my equal sign and then type the first few letters of the function. And notice that as soon as I do that, Excel offers me a list of functions that start with those letters. تقدر حضرتك تكمل الكلام ده، مفيش فيه مشكلة خالص، تقدر تبص عليه وتستمع الفيديو وتقدر تشوف تفاصيل كتير جدا. اللي أنا عاوز أوريه لك كمان إن أنت لو اتكلمت على examples، دي data، دي apples، orange، peaches، apples وهكذا. أوكي؟ ودي الديسكريبشن. لو أنت كتبت count if من 8 لإيه 5 apples.
من E2 ل E5 لحد الأبلز. تقدر تشوف count the number of cells من E2 لحد E5 أوكي اللي بتحتوي على كلمة أبلز. count if E2 و E5 E4، يا ترى E4 بتتكرر كم مرة في الرينج من E2 ل E5؟ أو count the number of cells with beaches اللي هي الفاليو ان E4 اللي بتتكرر. أوكي تقدر تبص على الكلام ده كله. لو انت حابب تشوف مثلا كاونت اف من بي 2 لبي 5 اكبر من 55، او تشوف الرينج من بي 2 لبي 5 قيمه اكبر من 55، كم عدد العناصر اللي اكبر من 55، كم عدد العناصر اللي اكبر من 55. تمام، والله ده ممكن تعمله هنا ببساطه خالص. يعني هنا كده انا هكتب الداله بتاعتي مثلا بدل دي 6 هكتب بين قوسين واقول له اكبر من 100. طبعا مفيش رقم اكبر من 100. اوكي لو قلت له انتر دلوقتي هتلاقيه بيديك زيرو. طب خليها بقى اكبر من 50 وانتر، يبقى مين اكبر من 50؟ ادي 1 2 3 4. بالفعل ده الرقم الموجود مع حضرتك. انا مش عاوز اطول عليك في المحاضره دي، ان شاء الله نستنى محاضره واحده في الاكسل ان شاء الله ننهي بيها الكورس بتاعنا. اتمنى المحاضره تكون مفيده لحضراتكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكان معكم مصطفى الحسين.